يطوروه ويكون مكان يستقبل الكل من كل أرجاء العالم. أبنائي، ربنا يحمي ويبارك ويحفظ الجميع. اليوم نبدأ بمعيتكم نيافة المطران مع الجميع، وسبق أنه قيمة صلاة في هذه الكنيسة يوم 6/1، واليوم هذه حتى يشيدوا الكنائس. واليوم مننعم بحكم جلالة ملكنا المعظم اللي منصلي من هذا المكان المقدس من أجل صحته حتى يدوم على هاي البلد ملك وتاج ورأس، حتى ربنا من فوق يحمي بلدنا من كل الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ويحمي كنيستنا المقدسة، كنيسة هاي البلاد، حتى تحافظ على الهوية المسيحية وعلى على الوجود المسيحي اللي حافظت عليه طيلة 2000 سنة. بدي اليوم صلاة شكر لربنا بشفاعة كل الآباء القديسين والنساك اللي عاشوا بهاي المنطقة بهاي الأبرشية. بصلواتهم نطلب إنه ربنا يتقبل صلواتنا معهم حتى يحمي بلدنا، يحمي منطقتنا كلها، توقف الحرب في غزة، يحمي جيشنا العربي على الحدود وين ما كان لأنه بتعرض لضغوط كثيرة. ربنا يحمي بلدنا وجيشنا العربي وقوات الأمن حتى يبقى الأردن آمن ومستقر.